دولت ده فدرال كصومالي يا أيها جبهة هم بواحد يبيني سوورة الشيء جاي إن أي وهذا هذا لجلي سو دولت ده يتوب يو لحري هشيس كدن كبدا هو لقو قبوتشين يحسد يدل ما سيد كده على تي هشيس كي دوام وده كارينا سومالي لان إيش تو كلي يتوب يا وركو سابس هشيس كبدا سومالي يتوب يا يا كوا أن سال إيه رات تونا لهن أيوب جيسا إن تويتر كوسو قري علي عمر علي بلعد وهو وزير الدولة وزارة أرمها دبدة دولة فرع الصومالية وزير كدولة وزارة أرمها دبدة الصومالية علي عمر يا أنت سير راعي إن صومالية أي كوات كسنة سمح بني ذات أولاد وحقونا كباقي إن تردد لصار نبضة إيه حسن ذا قبل كا بل سوى حقوق بهم ببيني ورك الشيء أصبح يقوى أصي وترمام إن توبية لجل يسهشيس دنك بدا أو لقو قبوشيني يسدي دوان كدالتي هشيس بينات كي وذقل المامل كسومالي لاني توبية شلاي هاد مركي وكالات دا وراركي رويترس أي قرتي إن مسؤول سراكات ترسان دولاد دا كينيا وأشياء إن كينيا أي سوجي ديس إن هشيس دنا عبدا أي جراند رالك إيقاد سي لو قبوشي حيثد أولا حيسا إتوبية سوماليا أي كدالتي هشيسكي وأقولنا يتوبية إن سلك عيدان كسم ستبدا إذا مركانا هشو دكاد كوتا لحبها صوماليا كروري ساقوانا أو حقياها وسارد رمها دبدا دالك كينيا أيا أشياء وكالات وراركة روتريسا إن هشيسك إسو جديسة كينيا إلا تشان إسو دولاد جبوتي ورقبلات كإيقاد سي لوغو آم يوغو آن لوغا غارو سي داوك آم بدا لحين إكوجر ورقبلات كإيقاد إوهلي كرانا dekad iyo wuliba bada igad waxay wad u leedahay in diyaarisay shiis lagu wadaagayo khayraadka bada ayuu yiri hogayaha wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Kenya oo wareysi gaar ah siinaya wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu intaas si raaciyay in urkay ku jiraan dalalka gobolka loo baahan yahay in wax walba wada hadal lagu dhameeyo balse arintaas waxa ganafka ku dhuftey وزير الدولة وسارد أرمها دبدا الصومالية أو شجع إن جبي هامبا هشيش كاسيو يهاي مد وحبك مشيران ثمر كان الصومالية أيضا مرنبا بدأ إذا أيضا كقرطن لجلينا بدو حين الصومالي مدن هشيق محمود أي وحى وشلي كل ما كل قاتع عاصم ذلك كينيا ديك ذلك كينيا ويليام روتو وحينا وده حضلا ذن قيب كاهن ذلوا لجو دونيو إن حل دبلوماسي لجو جارو أرمها خلافات كأود حيا جوال كا بل سيلا هذا هو رسمي كما صوب حينا danka dowladda Soomaaliya oo la xariira in Soomaaliya ay ogolaatay bas waxa jiray in wasiir dowlad wasaaradda arrimaha dibadda uu bogiiso Twitter ku soo qoray in marnaba ay Soomaaliya heshiis aysan wada hadal ka galeena heshiis beenaadkii dhawaan wada saxdeena sanadkan horantiisii bishii January Somaliland oo ah maamulka tirsan Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Ethiopia